السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة في القناة الطبية، وهنتكلم عن أدوية علاج ضغط الدم. فاليسرتان أقراص لعلاج ارتفاع ضغط الدم، يعتبر من الأدوية التي تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وهو من مضادات المستقبلات الإنجيوتنسين والذي يعالج اضطرابات ضغط الدم، كما يعمل هذا الدواء على علاج النوبات القلبية والفشل الذي يصيب القلب ويعرف على أنه قصور قلب ارتشاحي. دواء استعمال دواء فاليسرتان، يعمل هذا الدواء على علاج ضغط الدم المرتفع، يفيد في فشل القلب الاحتقاني، يساعد على علاج النوبات القلبية أو الجلطات التي تصيب القلب، ويعمل على علاج مرض نقص الترويج القلبية. الجرعة وطريقة استعمال دواء فاليسرتان: توقيت تناول هذا الدواء قبل الأكل بنصف ساعة أو بعده بساعتين. الجرعة للشخص البالغ: ارتفاع ضغط الدم يبدأ من 80 ملي جرام مرة واحدة في اليوم، وإذا لم يتحسن المريض تزيد الجرعة إلى 160 ملي جرام بحد أقصى 320 ملي جرام في اليوم. لعلاج النوبات القلبية عند الشخص البالغ بعد التعرض لأزمة قلبية ومرور 12 ساعة، يبدأ العلاج من 20 ملي جرام مرتين في اليوم، ثم يتم زيادة إلى 40 ملي جرام، ثم بعد ذلك تكون الجرعة 80 ملي جرام حتى تصل إلى 160 ملي جرام كحد أقصى مرتين في اليوم، والعلاج يتواصل حتى أسابيع مع المتابعة الدورية مع الطبيب. لعلاج فشل القلب الاحتقاني عند البالغين: تبدأ الجرعة من 40 ملي جرام مرتين في اليوم، ثم تزيد حتى تكون 160 ملي جرام في اليوم، وتزيد لمدة أسبوعين، ويمكن تناول هذا الدواء مع أدوية علاج فشل القلب الأخرى. الجرعة للأطفال بداية من عمر 6 إلى 16 سنة، تكون بداية من 1.3 ملي جرام مرتين في اليوم لكل كيلو جرام من وزن الطفل، وأقصى جرعة تكون 40 ملي جرام في اليوم. تعد الجرعة للأشخاص الذين يعانون من فشل كبدي ولمن يعانون من مشاكل في الكلى. هنتكلم عن الأثار الجانبية لدواء فاليسرتان. من الأعراض الجانبية الشائعة والتي تظهر على من يستخدم هذا الدواء: الدوار والزيادة في نسبة النيتروجين في الدم. من الأعراض الغير شائعة: ألم في البطن وفقدان للوعي وإرهاق وقلة بكريات الدم البيضاء والإصابة بعدوى فيروسية وزيادة في البوتاسيوم وانخفاض ضغط الدم. يوجد أعراض نادرة ومنها الصداع والسعال والتهاب الكبد والإصابة بفشل كلوي وتساقط في الشعر وقلة في الصفائح الدموية وظهور حساسية واعتلال بوظائف الكلى. الاحتياطات وموانع استعمال فاليسرتان: من لديهم حساسية من أي مادة من المواد الفعالة الموجودة بالدواء عليهم الامتناع عن استخدامه. يمنع تناول هذا الدواء في فترة الحمل والرضاعة الطبيعية. يمنع على الأطفال أقل من عمر 6 سنوات من تناوله. إذا كان الشخص يعاني من زيادة بالإفرازات في الغدة الكظرية عليه ألا يتناوله. إذا كان الشخص يعاني من السكر أو اعتلال بوظائف الكلى. من لديهم تضيق بالشريان الكلوي الثنائي لابد من الامتناع عن تناوله. يستخدم هذا الدواء بحذر مع الأشخاص الذين لديهم جفاف أو فشل بالقلب احتقاني حاد. يستعمل بحذر شديد من الأشخاص الذين يعانون من جلطة قلبية. تقلل الجرعة مع الأشخاص الذين لديهم زيادة في نسبة البوتاسيوم بالدم. التفاعلات الدوائية لدواء فاليسرتان مع الأدوية الأخرى: أي دواء به بوتاسيوم أو يزيد من نسبته في الجسم مثل أدوية مضرات البول، مضادات الالتهابات الغير استرويدية مثل الإسبرين يمنع تناوله. الإسبرين مع هذا الدواء لا يستخدم مع الليثيوم لأنه يزيد من نسبته في الجسم. يمنع مع مثبط إنزيم محلول الإنجيوتنسين. أتمنى إن شاء الله تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. إن شاء الله أتمنى من حضراتكم تدعموا القناة وتضغطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة.